أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسر وما أعلن وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد <applause> صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم وجاحدي إمامتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين كثيرة هي الافتراءات على نبينا الأعظم صلى الله عليه واله وفي التراث البكري خزائن من هذه الافتراءات وتلك الخزائن هي التي ياخذ منها كل اعداء النبي الاعظم صلى الله عليه واله للاساءه اليه ولتشويه سمعته من اولئك هؤلاء الحاقدون الذين قاموا في الاونه الاخيره بإنتاج هذا الفيلم الساقط. إنهم اعتمدوا في إنتاجه على ما في التراث البكري من افتراءات على نبينا الأعظم صلى الله عليه واله. التراث البكري مشكلتنا معه هي هذه انه يحوي كثيرا من الاحاديث المختلقه الموضوعه التي تحط من مقام النبي الاقدس صلى الله عليه واله ومشكلتنا مع اتباع هذه الطائفة البكرية هي هذه، انهم ما زالوا الى اليوم مصرين على صدق هذه الاحاديث وصحتها، لماذا يصرون هذا الاصرار العجيب؟ لانهم يجدون هذه الاحاديث مرويه عن كبارهم وعلى راس هؤلاء الكبار عائشه الخائنه زاد الله وضاعف عذابها. عائشه كما في صحيح البخاري وغيره هي التي جاءت بهذه الاحاديث. ولا يتمكن أبناؤها من أن يخدشوا في هذه الأحاديث ما دامت رويت عنها بأسناد صحيحة يقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان وكلهم ثقات عن عائشة لا يسعهم تكذيب اولئك الثقات من جهه، ولا يسعهم تكذيب عائشه والاعتراف بانها كاذبه كما يقول المسلمون اتباع اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، فيغضون الطرف عما في هذه الاحاديث من حط لمقام النبي الاعظم صلى الله عليه واله، واساءة اليه، فيروجونها ويصرون ويعاندون ويكابرون في صحتها. يأتي اليهود والنصارى والملحدون وأضرابهم من الحاقدين على رسول الرحمة فيستمدون مادة الإساءة من تلك الأحاديث ويرسمون كاريكاتيرا طبقا لها، ينتجون فيلما طبقا لها. نقول لاهل الخلاف اتركوا هذا، نزهوا نبينا صلى الله عليه واله عن هذه الاكاذيب، حتى لا يتمكن العدو من ان يستغل هذه الاحاديث للإساءة إلى النبي الأعظم صلى الله عليه واله فيكابر البكري. يقول لا اتريد مني ان اقول ان ام المؤمنين عائشه كاذبه؟ ماذا يروج اليهود والنصارى اليوم؟ وعلى الاخص هذا هذه الفئه من النصارى الحاقده على النبي صلى الله عليه واله. ماذا يروجون؟ من جمله ما يروجونه مما اعتمدوا عليه في هذا الفيلم الساقط أن نبيكم هذا نبي كذاب والعياذ بالله كان يتوهم إن أحسن الظن به كان يتوهم أنه يأتيه ملك من السماء إنما كان شيطاناً هذا الرئي الذي كان يأتيه ويراه كان شيطانا يوحي اليه ولم يكن ملكا حين تسألهم ما الدليل على ذلك يقولون الدليل صحيح البخاري عن عائشه ايعقل ان نبيا يشك في نبوته حين يأتيه خبر السماء، حين يأتيه الملك، حين يأتيه جبرائيل عليه السلام، يشك في أن هذه رسالة السماء له أم لا؟ الشاك في نبوته ليس نبيا، المسألة واضحة الذي يتردد في ان هذا الذي يراه ويقول له ان الله اوحى اليك هل هذا ملك من السماء ام شيطان من الشياطين؟ هذا الذي يتردد مثل هذا التردد لا يكون نبيا لا يمكن ان يكون نبيا نبي يوحى اليه فيتردد ويشك ويضطر الى ان يسال قسيسا نصرانيا عن صدق نبوته هذا لا يكون نبيا مساله واضحه شخص تاتيه النبوه برعب بخوف يأتيه هذا الرسول أي هذا الملك على أساس يأتيه فيخنقه ثلاث مرات يقولون هذه ليست صفة الملائكة ملك الله يرسله لعبد من عباده حتى ينبئه ويبعثه رحمة للناس يرسله بالرحمة أم يرسله بالرعب والنقمة إذا كان ملكا من السماء حقا فإنه يأتي برحمة إلى ذلك المصطفى من عباد الله، إلى ذلك الذي اجتباه الله عز وجل، يأتيه برحمة، لا يأتيه بعنف، لا يأتيه برعب. أنتم أيها المسلمون، أنا أتحدث الآن بلسان النصراني الحاقد. أنتم أيها المسلمون تعترفون في صحيحكم صحيح البخاري الذي تقولون أنه أصح الكتاب بعد كتاب الله وعن أمكم عائشة التي تصفونها بأنها صديقة بنت صديق مبرأة من فوق سبع سماوات أنتم تعترفون وتقرون بأن جبرائيل حسب زعمكم لما جاء لنبيكم جاءه بمنتهى الرعب والخشونه الى درجه ثلاث مرات يخنقه كان روايه عائشه في البخاري ارجع اليها ذكرنا نصها وذكرنا رقم الحديث والمجلد والصفحه في المحاضرات السابقه شنو تقول عائشه؟ تقول النبي كان يتعبد او يختلي في غار حراء، واذا فجاه يظهر له جبرائيل، وطبعا ما يعرف اولا انه جبرائيل، فيرتعد خوفا، ياتيه هذا هم جبرائيل بكل عنف، يقول له اقرا، فيقول ماذا؟ ما انا بقارئ، من اكاذيب عائشه التي بيناها الاسبوع الماضي، النبي ما قال ما انا بقارئ. ماكو هادشي حكي ابدا. فالنبي لما يقول ما انا بقارئ ماذا في روايه عائشه تكذب على النبي، تقول النبي قال لي ان جبرائيل غطني حتى بلغ مني الجهد، غطني يعني خنقني، عصر حلقي هالشكل سواه. ليش تقول ما انا بقارئ؟ راح قام خنقه اول مره. بعدين تركه يقول غطني حتى بلغ مني الجهد كدت أموت بعدين تركني فقال لي مرة أخرى اقرأ فقلت ما أنا بقارئ ما أعرف أنا أمي جاهل ما أعرف حسب زعم عائشة حاش النبي صلى الله عليه وآله النبي كان يعرف القراءة والكتابة كما يقول الإمام الجواد عليه السلام بسبعين لغة مو بس اللغة العربية شنو أصلاً نبي أمي جاهل شنو الحكي فالمرة الثانية يقول له اقرأ يقول ما أنا بقارئ فللمرة الثانية يقول غطني حتى بلغ مني الجهد مرة ثانية خنقني حتى بلغ مني الجهد فتركني كدت أموت هاي المرة الثانية نفس الشيء زين بعد ذلك قال اقرأ فقلت هما أنا بقارئ ثلاث مرات فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم تركني طيب شنو هذا يعني شنو معنى أن الله عز وجل يرسل ملكا من الملائكة هالشكل يعذب هذا النبي هالشكل يقوم يخنقة شنو رايح يبلغ أنه أنت مبعوث من الله أم رايح يبلغ والعياذ بالله أنه أنت مسخوط عليك من الله اللي لازم تختنق ثلاث مرات هكذا تكون مراسيم النبوه لما الله يريد ان ينبئ احدا يصطفي احدا يبعث احدا هكذا يبعثه اعداء الاسلام يقولون هذا دليل على ان هذا الذي جاء نبيكم كان شيطانا لانه هذه الصفه من الخشونه من الرعب هذه صفه الشياطين زين وبعدين يقولون هذا حسب روايه عائشه ايضا في البخاري قال لها انه لما جاءني جبرائيل وثلاث مرات هكذا صنع المره الرابعه قال اقرا باسم ربك الذي خلق الى اخره فنزل من الجبل الى الان النبي ما عارف ترش الموضوع منو هذا وشنو القضيه وشنو اقرا وبعدين اقرا باسم ربك الذي خلق وشنو القضيه ما فاهم هو الى الان نزل من الجبل وهو يرتعد خوفا خوف مرتعب ما يعرفش الموضوع وراح الى خديجه عليه السلام قال لها زملوني زملوني يعني دثروني غطوني ده يرجف من الخوف فيشعر ببرودة فيحتاج إلى تغطية يحتاج إلى حرارة تقول له شنو موضوعك تقول لها ما أدري أنا شنو هذا أصابني شنو صار لي ما أدري منو هذا اللي ظهر لي ما أدري مسني طائف من الجن شنو القضية هل أنا مسحور هل أنا كذا وهي عايشة طبعا تقول تعترف بعدين أنه النبي كان مسحور كان مسحور النبي فتقول له خديجة أنا عندي الحل تريد تعرف هذه رسالة السماء أم رسالة الشياطين هذا الذي جاءك ملك من الملائكة أو شيطان من الشياطين تعال أوديك إلى ابن عمي ورقة ابن نوفل واحد قسيس نصراني كان قرأ الكتب السالفة فهذا يروح النبي شوف يعني شوف الحالة النبي وما يعرف شنو موضوعه يروح لواحد عادي إنسان عادي يسأله يقول له ترى أنا هالشكل جاءني وهالشكل قال لي وهالشكل قلت له فذاك يطمئنه يقول له لا ترى لا تخاف أنت نبي يعني تأكد أنك نبي يعني هاي رواية عائشة وبعدين تصير مشكلة ثلاثة لي... أيام ما يأتي يحتبس عنه الوحي فهذا النبي يروح حتى يريد ينتحر ثلاث مرات يروح أعلى الجبل يريد ينتحر يرمي بنفسه من شاهق ففي آخر لحظة يظهر لجبرائيل يرده وهل أكاذيب هذا موجود بصحيح البخاري واقعا الذي يقرأ صحيح البخاري واقعا يشك في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ليست مراسم النبوه. هذه ليست صفه الانبياء، هذه ليست صفه الملائكه واضح. أنبي يشك في نبوته؟ هل بلغكم عن احد من الانبياء موسى عليه السلام مثلا لما آنس نارا وراح وصار له كلام من الله عز وجل، شك في النبوه، شك في نبوة نفسه. عيسى عليه السلام هكذا ابراهيم هكذا كل الانبياء عرفنا تاريخهم البشريه كلها تعرف لما يبعث اي نبي يكون في كامل الاطمئنان والاستقرار واليقين اذا ما يكون عنده يقين فليس نبيا من هو هذا النبي الذي يذهب ليسال رجلا عاديا يسأله أنا نبي أم لا يعني ذاك لو ما مفتهم قائل له لا أنت مو نبي كان شلون الحالة الآن تصير الحمد لله كان أكو ورقة ابن نوفل على اعتقاد المخالفين وإلا كانت ورطنا كان النبي ترك النبوة وراح الإسلام ولا قرآن ولا دين ورقة ابن نوفل ترى أنقذنا رضي الله عنه وأرضاه مهزله اعتقاد المخالفين في رسول الله جاءهم من أين؟ من أمهم عائشة اعتقاد مليء بالكفر والزندقة والشك والاضطراب والانحراف هذا ما يستند عليه خصوم الإسلام أنت ارفع إيدك عن عائشة قول انا ما اقبل احاديثها واعلنها للناس فلتكن هذه كلمه الاسلام انه لا تؤاخذوننا باحاديث عائشه هذه صحيح كانت زوجه النبي ولكنها خائنه كاذبه نزل فيها قران ادانها من فوق سبع سماوات فلا تاخذونا على كلامها لا تحاسبونا على كلامها البخاري ليس مرجعا معتبرا ليس مصدرا معتمدا. هذه الكلمه لو يعلنونها، لو يعلنها اهل الاسلام اليوم للعالم لما استطاع خصوم الاسلام ان يستغلوا هذه الاكاذيب للاساءه الى رسول الاسلام صلى الله عليه واله، لكن المشكله اين؟ المشكلة أين؟ أن الطائفة التي تمثل الإسلام اليوم وتدعي أنها أكثرية وتنطق دائما بلسان هذا النبي، هي أكثر الطوائف المبتدعة انحرافا عن هذا النبي وإساءة إليه في تراثها. هذه هي المشكلة. في تراثها تسيء للنبي. في مصادرها، في كتبها المعتمدة. في أفعالها على الأرض. هذه الحوادث الاجرامية والارهابية التي قامت بها الطائفة البكرية اعني منها المنظمات الارهابية منهم الطائفة البكرية فرخت لنا كثيرا من الارهابيين عبر التاريخ فشوهوا ايضا صورة الاسلام صبغوه بلون الدماء وبدلا من ان يتعقلوا ويتوبوا الى الله عز وجل ويعودوا الى اهل البيت صلوات الله عليهم ليعرفوا كم هذا النبي مظلوم وكم كذب عليه من الدائره القريبه منه يعني من زوجاته كذب عليه، من اصحابه كذب عليه، من اصهاره كذب عليه حتى من بعض ابنائه كذب عليه، اقصد ابنائه احفاد احفاده كذبوا على جده صلى الله عليه وآله ماكو أناس من سلالة النبي صلى الله عليه وآله منحرفون كذب موجود هذا النبي مظلوم نحن بحاجة إلى أن نعيد تعريف البشرية بالسيرة الحقيقية لهذا النبي نجعل مقارنه بين صفات هذا النبي حسب ما روي عن أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم وصفاته حسب ما روي عن عائشة وأضراب عائشة فرق السماء عن الأرض فرق السماء عن الأرض الآن كلامنا في هذه الجزئية مثلا النبي رجع إلى ورقة ابن نوفل حتى يثبت نبوته كلا وحاشا النبي لم يعرف أن هذا جبرائيل وأنه ملك من السماء إلا عن طريق ورق ابن نوفل كلا وحاش أئمتنا نفوا ذلك في كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق وتفسير القرآن الحكيم لشيخنا العياشي نقرأ هذه الرواية. عن محمد بن مسلم ومحمد بن مروان في نسخة العياشي محمد بن هارون. عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ما علم رسول الله صلى الله عليه واله ان جبرائيل عليه السلام من قبل الله الا بالتوفيق، مو بورقة بن نوفل. النبي ما عرف جبرائيل انه من الله الا بالتوفيق لا انه ما عرف جبرائيل انه من الله الا بورقه ابن نوفل كما يزعم اهل الخلاف تبعا لعائشه توفيق الله للنبي صلى الله عليه واله اوجد فيه علما ضروريا بان هذا الذي ياتيه ملك رسول من الله بتوفيق الله عز وجل ماكو أي دور لورقة ابن نوفل ها هنا أبدا أبدا وأما أن جبرائيل يأتيه بمنتهى الرعب بمنتهى الإرهاب إنجاز التعبير بحيث أنه يغطه أي يخنقه ثلاث مرات فهذا أيضا من الباطل والمنكر هذه نظرة أهل الخلاف أن جبرائيل تبعا لأمهم عائشة جبرائيل يأتي للنبي بمنتهى الرعب كأنه وحش يعني يريد عذبه أما عندنا تبعا لأئمتنا صلوات الله عليهم فكما أنبأتكم في الأسبوع الماضي يأتيه جبرائيل عليه السلام عبداً. يقعد بين يدي النبي صلى الله عليه واله قعدة العبد. لأن رسول الله سيده سيد جبرائيل. جبرائيل يأتي هنا إلى من؟ إلى مخدومه هو خادم رسول الله صلى الله عليه واله. شنو تتكلم؟ وين هذا عن ذاك أين هذه الصورة عن تلك الصورة اقرأ في كتاب كمال الدين لشيخنا الصدوق في الصفحة 91 هذه الرواية عن عمرو بن ثابت أن الصادق عليه السلام سئل عن الغشية التي كانت تأخذ النبي صلى الله عليه وآله أكانت تكون عند هبوط جبرائيل؟ المسلمون كانوا يرون هذه الظاهرة أنه أحيانا النبي صلى الله عليه واله يغشى عليه فيقولون هذا قد جاءه جبرائيل بوحي من الله فالنبي ماذا؟ تتغير حالته ويغشى عليه يبدأ يعرق يرجف أحيانا فيقولون جاءه جبرائيل هذه الحالة سئل عنها الإمام الصادق عليه السلام أنه هذه الغشية التي كانت تأتي النبي صلى الله عليه وآله أكانت تكون حين أو عند هبوط جبرائيل؟ الإمام عليه السلام يقول لا أبداً إن جبرائيل عليه السلام إذا أتى النبي صلى الله عليه وآله لم يدخل عليه حتى يستأذنه جبرائيل ينزل يوقف على الباب يستأذن قبل ما يدخل على النبي صلى الله عليه واله لأنه عبد للنبي صلى الله عليه واله فإذا دخل عليه إذا النبي أذن له وقال له ادخل فإذا دخل عليه قعد بين يديه قعدة العبد زين اذا لا تأتي النبي هذه الغشيه اذا ما تفسيرها؟ ليش في بعض الاحيان كانت تأتيه؟ الجواب في نفس الروايه يقول الامام الصادق عليه السلام وانما ذلك اي هذه الحاله حاله الغشيه وانما ذلك عند مخاطبه الله عز وجل اياه بغير ترجمان وواسطه النبي ليش كانت تاتي هذه الحاله اللهم الله صل الله على, محمد, الله. على محمد, وعلي محمد وعلى محمد لماذا كانت تاتي هذه الحاله احيانا لان الله كان يخاطبه مباشره فمن شده خشيته لله عز وجل وإجلاله لله وتواضعه لله عز وجل كانت تتغير حالته لأنه هالمرة مو جبرائيل ده يخاطبه مو جبرائيل نزل ليقول له الله يوحي إليك كذا الله مباشرة يخاطبه ويقول يا محمد كذا افعل يا محمد أنا أوحي إليك كذا وكذا فأين موسى كليم الله من مقام محمد صلى الله عليه وسلم موسى عليه الصلاه والسلام مشهور بانه الكليم لان الله كلمه ولكن ما عند موسى قطره من بحر رسول الله صلى الله عليه واله رسول الله الله كان يخاطب مباشره بغير ترجمان ولا واسطه لما كان الله عز وجل يخاطبه مباشره كان النبي صلى الله عليه واله يعرق وتصطك اسنانه وترتعد فرائصه من خشيه الله عز وجل ويغشى عليه. هذا هو. اما جبرائيل لما كان ياتي كثير من الاحيان، انتم اقراوا الروايات واعجب كيف ان الناس لا يلتفتون الى هذه الامور فياخذون فقط بالانطباع البكري الموجود. كثير من الاحيان النبي قاعد يقول هذا جبرائيل ينبئني كذا وكذا. هذا جبرائيل هكذا يقول بشكل طبيعي ما صار معاشي. ما يتاثر النبي انه جبرائيل اللي هو خادمه وهو عبد له اذا جاءه وذكر له شيئا من الوحي. اما لما الله عز وجل يخاطبه طبعا تتغير حاله النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا في كتاب التوحيد للصدوق في الصفحه 115 هذه الروايه. عن زراره قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الغشيه التي كانت تصيب رسول الله صلى الله عليه واله اذا نزل عليه الوحي فقال ذاك إذا لم يكن بينه وبين الله أحد لما تأتي هذه الحالة إذا ما يكون بين النبي وبين الله عز وجل أحد مطلقا ما كواسطة أبدا لا جبرائيل ولا غير جبرائيل ذاك إذا لم يكن بينه وبين الله أحد ذاك إذا تجلى الله له الله يتجلى للنبي صلى الله عليه وسلم هسا شنو معنى هذا التجلي؟ ما نعرف، قضايا غيبيه لا نعرف كنهها، اسرار من اسرار النبوه، ما نعرف شنو معنى هذا التجلي؟ ثم قال: تلك النبوه يا زراره واقبل يتخشع، يعني هو الامام الصادق عليه السلام وهو يحدث زراره بهذا ما تحمل فبدأ يتخشع، بدأ يتخضع، صارت عنده حالة خضوع وحالة خشوع وهو يقول تلك النبوة يا زرارة. هذا مقام جدا عظيم اللي الله عز وجل يتجلى إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ويخاطبه بلا واسطة. طيب إذا جبرائيل عليه السلام يأتي لهذا النبي الخاتم ويجلس عنده جلسة العبد. ما معنى ان يقعد قعدة العبد؟ يعني يجلس خاضعا له. انت مولاي هكذا يخاطبه بجلسته بقعدته هذه. انت مولاي. لماذا؟ لماذا سيد ملائكة الله يجلس هذه الجلسة ويعبّر عن هذا التعبير بأنه عبد لرسول الله صلى الله عليه وآله لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله هنا يكافأ من الله. رسول الله كان اعبد واخضع واخشع خلقه لله لم يكن هنالك احد وصل الى اعلى مراتب العبوديه لله عز وجل مثل رسول الله صلى الله عليه واله ولذلك نحن في التشهد ماذا نقول؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أولا نصفه بصفة العبودية لله عز وجل حق العبودية اللهم صل, الله صل الله على محمد وعلى رسول الله تركان كان يفخر بأنه عبد لله قبل أن يفخر بأنه رسول الله العبودية درجات العبودية لله أنا وأنت هم عباد الله ولكن يا ترى هل نعرف حقيقة هذه العبودية؟ هل نحن نؤدي واجب العبودية لله عز وجل كما كان يؤديه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ رسول الله أدى الواجب على تمامه وكماله فجعله الله سيد خلقه. وكافاه بان جعل سيد ملائكته يقعد عنده قعده العبد، لماذا؟ لان رسول الله في كل حركاته في كل احواله كان دائما يقعد قعده العبد تواضعا لله، مو فقط في الصلاه مو فقط في احواله العبادية لا حتى في الأحوال المعيشية الحياتية الطبيعية أثناء الأكل مثلا تعرف رسول الله صلى الله عليه وآله كان دائما أثناء الأكل يقعد قعدة العبد شلون يعني قعدة العبد يعني يجلس على ركبتيه مثل الصلاة احنا شايف شلون الصلاة شلون جلسة الصلاة ويطأطئ رأسه وينزل رأسه لقدام من يأكل ينحني كأنه يركع إلى إلى الله عز وجل كأنه هكذا هذه القعدة تسمى قعدة عبد هالشكل يجلس على ركبتيه وينحني إلى الأمام ويأكل مو متكئ ومرتاح مو قاعد مستند مو رافع راسه لا مدنق راسه ليش كان يسوي هكذا اثناء اثناء الاكل اثناء تناول الطعام تواضعا لله عز وجل اقرا في كتاب المحاسن للبرقي في المجلد الثاني الصفحه 247 هذه الروايه عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السلام اي الامام الصادق صلوات الله عليه، قال: ما اكل رسول الله صلى الله عليه واله متكئا منذ بعثه الله حتى قبض، ابدا ما اتكئ وهو ياكل ابدا، وكان ياكل اكل العبد ويجلس جلسة العبد قلت ولم ذاك؟ قال تواضعا لله. هكذا كان. ايضا في كتاب المحاسن نقرا روايه اخرى اريدك شويه تلتفت. الهيئه التي يكون عليها النبي صلى الله عليه واله حال الطعام هيئه العبد يجلس جلسه العبد. الله كافاه بان جعل جبرائيل يجلس بين يديه جلسه العبد. زين ياكل كذلك اكل العبد، يعني شنو؟ يعني ياكل بلا شبع يكتفي بمضغ اليسير من الطعام اكل وشرب قليل، لماذا؟ تواضعا لله عز وجل، نفس الشيء. في كتاب المحاسن في المجلد الثاني الصفحة 177 نقرأ هذه الرواية عن ابن القداح عن ابي عبد الله عن ابائه عليهم السلام، قال: دخل النبي صلى الله عليه واله مسجد قباء فأُتي بإناء فيه لبن حليب مخيض بعسل لبن حليب مع عسل مخلوط جيدا، مخيض جيدا مع العسل. والنبي هم كان صايم كما سنعرف من الروايه التاليه. فشرب منه حسوه او حسوتين شربه او شربتين فقط شرب من هذا الحليب اللي مع العسل ثم وضعه. فقيل يا رسول الله اتدعه محرما قال لا اللهم إني أدعه تواضعا لله هذه أكلة العبد يأكل قليل يجلس جلسة العبد تواضعا لله يأكل أكلة العبد تواضعا لله وفي رواية الكافي الشريف نكتشف أنه يكاد انه صلى الله عليه واله اصلا لم يشرب من هذا الحليب شيئا. يعني ربما ارتشف منه رشفه قليله جدا بحيث عرفا لا يقال انه قد شرب شيئا معتدا به من هذا اللبن المخيض بالعسل. لاحظ الروايه في الكافي الشريف عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام قال أفطر رسول الله صلى الله عليه وآله عشية خميس في مسجد قباء فقال هل من شراب فأتاه أوس بن خولي الأنصاري بعس مخيض بعسل فلما وضعه على فيه على فمه الشريف نحاه يمكن ذرات تذوق منه النبي صلى الله عليه واله، ثم نحاه. ثم قال: شرابان يكتفى بأحدهما من صاحبه. امتنع النبي، قال هذا شرابان، هم حليب وهم عسل، لا. اما اشرب فقط الحليب واما اشرب شويه من عسل. اما هذا مع هذا الشرابان، لا. شرابان يكتفى بأحدهما من صاحبه لا أشربه ولكن حتى لا يتوهم الناس الحرمه يقول ايضا ولا أحرمه محرم ولكن أتواضع لله فإن من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر خفضه الله ومن اقتصد في معيشته رزقه الله ومن بذر حرمه الله ومن اكثر ذكر الموت احبه الله. هكذا كانت حياته بالفعل هكذا من تواضع لله رفعه الله كان النبي اعظم الخلق تواضعا لله. هذه صفاته فلذلك رفعه الله ورفعه ورفعه الى ان جعل جبرائيل ياتيه يجلس بين يديه جلسه العبد مو ياتيه يغطه ثلاث مرات يخنقه ثلاث مرات فرق شاسع فرق السماء عن الارض في نظرتنا نحن لنبينا صلى الله عليه واله ونظره المخالفين لهذا النبي المظلوم ولذلك يصح لنا أن نقول إن نبيهم غير نبينا الصفات التي يذكرونها عن هذا النبي هذا النبي افتراضي لا نعرفه ما نعرف حنا كذا نبي نبي يعبس في وجه الأعمى نعرفه؟ من نعرفه؟ ولا نؤمن بأن نبينا عبس في وجه الأعمى خل غيرنا طوائف مبتدعة بقايا أبناء عائشة يعتقدون بهذا نسوي لهم؟ نبي يأتيه جبرائيل يخنقه ثلاث مرات يخنقه، نبي يشك في نبوته، نبي يسحر، نبي يتحكم به الشيطان، نبي والعياذ بالله شهواني جنسيا، ما نعرف هكذا نبي احنا، هالصفات ما نعرفها هذا ليس نبينا هذه الصفات مكذوبه من قبل الطوائف المبتدعه التي اتبعت المنافقين الاوائل. النبي عندنا هذه صفاته هكذا تواضعه لله وهكذا رفعه الله عز وجل وجعل الخلق جميعا له عبيدا جبرائيل فمن دونه ولا واحد يقول انه مثلا مثلا النبي ما كان ياكل هذا المقدار لانه ما كان عنده، لا كان عنده مو بس عنده اصلا كان يملك مفاتيح الارض وخزائن الارض كل شيء كان بيده كل شيء كان بيده اي شيء كان يتمنى بلحظه ممكن ان يحصل عليه ولكنه ما كان يستغل هذه القدرات الممنوحه له من الله عز وجل يحب ان تكون علاقته مع الله عز وجل علاقه العبوديه والتواضع لله عز وجل هكذا طبعا. اقرأ هذه الروايه في الكافي الشريف عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام اي الامام الباقر صلوات الله عليه يقول: يا محمد لعلك ترى، يا محمد بن مسلم يعني خاطب الراوي يا محمد لعلك ترى ان رسول الله صلى الله عليه واله ما رأته عين وهو يأكل وهو متكئ من أن بعثه الله إلى أن قبضه يقول أنت تحدث نفسك هكذا في رواية المحاسن أنه لعلك ترى أن رسول الله ما رأته عين أو رأته عين وهو يأكل متكئا ليكون تحدث نفسك هكذا لا تحدث نفسك ترى رسول الله ابدا ما اكل وهو متكئ ابدا دائما قاعد قاعده العبد اثناء الاكل تقول الروايه ثم رد على نفسه الامام يرد على نفسه فقال لا والله ما راته عين ياكل وهو متكئ من ان بعثه الله الى ان قبضه زين هذا عرفناه ثم قال يا محمد لعلك ترى أنه شبع من خبز البر من يعني خبز الحنطة ثلاثة أيام متوالية من أن بعثه الله إلى أن قبضه ثم رد على نفسه فقال لا والله ما شبع من خبز البر ثلاثة أيام متوالية منذ بعثه الله إلى أن قبضه في حياته النبي صلى الله عليه واله ما شبع من ماذا؟ مو من اللحم والدجاج وغيره والطير وما أشبه لا ما شبع من خبز البر من خبز الحنطه ثلاثه ايام ما شبع ثلاثه ايام يعني بالكاد بالكاد يشبع يوم من هذا النوع فقط من الطعام مو بقيه الاطعمه فقط من هذا النوع يوم يومين اكثر من هذا ما بعدين الامام الباقر عليه السلام يقول كلمه جدا مهمه يقول أما إني لا أقول إنه كان لا يجد يقول لا تتصورون أنه ما كان يجد أكل يعني النبي صلى الله عليه وآله لا كان عنده كل شيء لقد كان يجيز الرجل الواحد بالمئة من الإبل النبي يعطي عطية هدية لواحد مئة من الإبل مئة من الإبل ذلك الزمان ثروة عظيمة حتى في هذا الزمان يعني هم ثروة مئة من الإبل عرفتوا شلون الآن هذا الواحد من الإبل كم سعره الآن كلش غالي شوف احسب مية يعني مبلغ النبي يستطيع أن يأكل من هذه الإبل يستطيع أن يبيع هذه الإبل يقول الواحد النبي صلى الله عليه وآله كان يجيزه بماذا بمئة من الإبل فمو معنى أنه ما كان يجد طعاما ما كان عنده مال كان عنده ولكن لماذا إذا كان هكذا يتصرف يقول أما إني لا أقول إنه كان لا يجد لقد كان يجيز الرجل الواحد بالمئة من الإبل فلو أراد أن يأكل لأكل لو كان يريد ان ياكل النبي صلى الله عليه واله لاكل ولقد اتاه جبرائيل عليه السلام بمفاتيح خزائن الارض ثلاث مرات ثلاث مرات جبرائيل ياتي الى سيده رسول الله صلى الله عليه واله يقول له تفضل هاي مفاتيح خزائن الارض بما فيها من ذهب وفضه وكل ما يتوقعه المرء تفضل هاي مفاتيح الارض بين ايدك تصرف كما تشاء انت اغنى الاغنياء النبي كل مره يجيب له المفاتيح النبي يرفض يقول ما اريد ولقد اتاه جبرائيل عليه السلام بمفاتيح خزائن الارض ثلاث مرات يخيره من غير ان ينقصه الله تبارك وتعالى مما اعد الله له القيام له يوم القيامة شيئا يقول يعني انت تاخذ هذا امر من الله اخذ كل ما في الارض كل ما في خزائن الارض اخذ لك ولن ينقص كذلك شيئا يوم القيامة من اجرك يعني مو مقابل انك تاخذ مثلا شوية درجتك تقل ماكو وضعك في يوم القيامة مثل ما أنت أنت سيد القيامة سيد أهل الآخرة أنت سيد أهل الدنيا أيضا يعني ملك مثلا سليمان بن داود لا شيء عندك يصير أنت تملك كل الأرض كل ما عليها أخذ صير ملك الملوك ويوم القيامة هم أنت ملك الملوك النبي صلى الله عليه وآله ما كان يقول فيختار التواضع لربه جل وعز يختار التواضع يقول ما اريد ما اريد خزائن الارض اختار التواضع انا عبد لله اكل اكله العبد واجلس جلسه العبد هذا يكفيني بس ما اريد خزائن الارض فيختار التواضع لربه جل وعز وما سئل شيئا قط فيقول لا في قبال هذا النبي صلى الله عليه واله ما كان ياخذ شيء من خزائن الارض وفي قبال هذا كان ياتيه كثير من الناس ياتون اليه يطلبون يطلبون كثير من القضاء يطلبون امور دنيويه كثيره هذا يطلب منه مالا هذا يطلب منه ابلا ابلان هذا يطلب منه كذا هذا يطلب منه كذا ما كان النبي يرد احدا ما قال لا قط الا في تشهده هذه الصفه اذا كانت لزين العابدين عليه السلام فهي متوارثه ممن من جده رسول الله صلى الله عليه واله الامام الباقر يقول يقول وما سئل شيئا قط فيقول لا إن كان إن كان هذا الشيء المسؤول موجود عنده في حوزته أعطى يعطي فورا وإن لم يكن قال يكون يقول إن شاء الله يحصل وأعطيك ما يرد أحد وما أعطى على الله شيئا قط إلا سلّم ذلك إليه ليش يقول للرجل إذا ما كان عنده يقول لا يكون اجى طلب من عنده شيء النبي الان ما عنده فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يكون ان شاء الله لانه ما اعطى على الله شيئا الا سلم ذلك اليه اي شيء يختار النبي كان الله عز وجل فورا ينفذ جاءه شخص مثلا يقول لا انا اريد كذا من المال الآن ما موجود النبي قل له يكون خلص فالله عز وجل يبعث بهذا المال بحيثية ما إلى النبي صلى الله عليه وآله فيعطيه لذلك الشخص أحيانا النبي كان يأمر بذلك وثم بعد ذلك يستشهد فمن ذا يعطي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أمير المؤمنين كان يتكفل بأن هؤلاء العدات كما تسمى في الروايات عدات رسول الله يعني شنو يعني النبي وعد هذا وعد هذا وعد هذا أنه يعطيهم هذه الأملاك فكان يأتي هؤلاء الموعودون بعد النبي صلى الله عليه وآله يجدون على تكة الحكم من أبا بكر الطاغية الأول فيأتون يجيبوا له هذا تفضل هاي كتاب رسول الله يقول هل قد أنا لازم أحصل اعطيني يقول ما عندنا وين اصلا مثل هذا؟ فيتذمر هذا يشوفه سلمان بالطريق يقول له تعال انا اقول لك وين؟ يودي الى الخليفه الشرعي امير المؤمنين عليه السلام يوديه الى امير المؤمنين امير المؤمنين يقول له نعم صحيح تعال اطلع وياي يطلعون الى خارج المدينه يروحون مكان وسط الجبال امير المؤمنين عليه السلام يتكلم بكلام ما يدعو الله عز وجل به فيخرج هذا الشيء الذي يريده ما أدري خمسمائة ناقة ستمائة من الإبل محملة كلها بالمثلا الذهب محملة بالدنانير والدراهم يعطيها للشخص يقول تفضلي الله روح يقول الإمام الباقر عليه السلام وما أعطى على الله شيئا قط إلا سلم ذلك إليه مو فقط في القضايا الدنيوية حتى في القضايا الأخروية حتى إن كان ليعطي الرجل الجنة يعني النبي بيدي مفاتيح الجنة هو يتحكم يقول لفلان من الناس أنا أضمن لك على الله الجنة خلص حتى إن كان ليعطي الرجل الجنة فيسلم الله ذلك له يسلم هذا له خلص النبي أمر فلان يدخل الجنة يحصل على الجنة الله عز وجل يقول نعم أمضيت ما أمضاه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي مقام نتحدث عن أي عظمة نتكلم الرجل الذي بيده مقاليد الجنه يعطيها اي شيء يقول النبي ما يرد ابدا الرجل الذي تجلس الملائكه بين يديه جلسه العبد الرجل الذي أعطيت له خزائن الأرض ثلاث مرات فاختار التواضع لله. يجلس جلسة العبد يأكل أكلة العبد هذا هو النبي الأعظم صلى الله عليه واله، هذه ترى مجرد لمحة بارقة هكذا فقط مو أكثر، احنا لازم نعيد اكتشاف نبينا صلى الله عليه واله هذه الدرر التي جاءتنا عن إمتنا عليهم السلام في توصيف رسول الله في ذكر سيرته العطرة علينا أن نحييها علينا أن ننشرها حتى يعلم المخدوعون من الناس سواء كانوا بكريين كانوا يهود كانوا نصارى كانوا مجوس كانوا بوذيين كانوا ملحدين من أي ملة من أية طائفة يعرفون التاريخ الحقيقي لهذا النبي صلى الله عليه وآله لا التاريخ المزيف المزور الموجود في البخاري وأمثال البخاري الذي روته عائشة وأمثال عائشة هذا التاريخ إذا ما أحيا إذا ما نشر هو الذي يعتبر أعظم دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله أعظم دفاع عن رسول الله إذا أردتم أن تدافعوا أنه في قبال هذا الفيلم الساقط تنتجون فيلما يبين التاريخ الحقيقي لهذا النبي المظلوم ما عندنا إلى الآن ما عندنا فيلم واحد يبين التاريخ الحقيقي لهذا النبي لأنه حتى هذا فيلم الرسالة وغيرها هي قائمة على التراث البكري فيها ما فيها من أخطاء من انحرافات من حط من مقام شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ما عندنا مع الأسف ما ما مكتشف الشيعة الذين هم يفترض أن يكونوا أقرب الناس إلى معرفة نبيهم صلى الله عليه وآله طبقا لروايات أئمة أهل البيت يعني الصفات الحقيقية لهذا النبي هم هم ما يعرفوا مسوينا اختبار الأسبوع الماضي قلنا لكم أنه ما أنا شنو اقرأ كلكم أجبتم ما أنا بقارئ من وين إجاكم هذا من التراث البكري كله عبارة عن تسربات الثقافة البكرية طاغية على الأمة مع الأسف الشديد. فنحن بحاجة للدفاع عن نبينا صلى الله عليه واله بذكر سيرته الحقيقية المأخوذة عن أئمة أهل البيت الذين هم أعرف بسيرة جدهم من غيره. هذا دور من؟ هذا دور الجميع. لا تقول أنا ما عندي إمكانات. انت قوم بالذي تستطيع، هذا الذي يستطيع ان يكتب لهذا الفيلم افلام احنا نحتاج مو فيلم واحد، مسلسلات احنا نحتاج مو مسلسل واحد. هذا الذي يستطيع ان يكتب يكتب، هذا الذي يستطيع ان يعد السيناريو يعد، هذا الذي يستطيع ان يمول يمول، اذا ما يستطيع يمول كله نصفه مو نصفه ربعه مو ربعه الجزء اللي يستطيع منه بس تصير اكو همه. همه الشيعه مفقوده اليوم مع الاسف هممنا منصرفه في القضايا الدنيويه غالبا وفي القضايا السياسيه اللي ما حصلنا منها شيء لا حق ولا باطل ايش قد جربتوا؟ كل واحد وضع همته في امور سياسيه في احزاب في منظمات وصراخ وعيطه ايش حصلتوا؟ حصلتوا شيء؟ ما حصلتوا شيء خلوا همتكم في الدفاع عن نبيكم همتكم في الدفاع عن أئمتكم عليهم الصلاة والسلام شوفوا ماذا يعطيكم الله عز وجل في قبال ذلك يكفي فقط أن هذا النبي الذي هو بيده الجنة يوم القيامة ينظر إليك نظرة واحدة يلتفت إليك هناك أنك في هذه الأرض قد نصرت هذا النبي العظيم صلى الله عليه واله هذه النظره كافيه لان تجعل ابواب الجنان تفتح لك وتستقبلك الملائكه وتقول لك طبتم هكذا هو هنالك في شخصيه النبي صلى الله عليه واله اسرار واسرار اتظنون ان نبينا مات أيمكن أن يشاهد في هذه الدنيا الجواب نعم رؤيا عين مو في المنام نعم يمكن هذه الأسرار نحيلها إن شاء الله تعالى إلى المحاضرات المقبلة في الأسابيع المقبلة وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الله